العربي الجديد بودكاست. لماذا أبدو أسمنة في الصيف؟ مرحبا يا جماعة، أنا امرأة نحيفة بهتم بأكلي ونشاطي البدني ممتاز، مع ذلك كل صيفية بينتابني شعور غريب إني تخنت وبحس ملابسي صارت أضيق علي. معقول أجسامنا بتتمدد على الحرارة؟ لما قريت هذا السؤال على موقع ريدت فكرته كتير ساذج من سيدة موهومة أو ما عم تحسب سعراتها صح، ولكني انصدمت لما اكتشفت أنه هالسؤال شائع أكثر مما بتتخيلوا بين عدد لا يحصى من البشر اللي اتهموا الصيف بالتسبب بتقلبات سريعة ومفاجئة وغير مبررة بالمقاس أو على الميزان. شو السر يا ترى؟ معقول كل هدول الأشخاص عم يعيشوا نفس الخدعة البصرية؟ عم يجربوا يلاقوا شماعة لشهيتهم الجامحة؟ لما عن جد في تفسير علمي بيربط الصيف بزيادة الوزن. إذا عم تسمعونا أول مرة خليكن على السمع. أنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء، وهذا بودكاست حياة صحية. ضيفتنا اليوم أخصائية التغذية راما الحاج علي. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. أهلا فيكي أستاذة يارا، شكرا على الاستضافة اللطيفة. شكرا لحضرتك على وجودك معنا. دكتورة، الناس بتحب تتعامل مع زيادة الوزن على إنها لغز، مع أنه السبب غالبا واضح، الأكل أكتر مما منحتاج وقلة ممارسة الرياضة، وهالشي بيفسر ليه معظم الناس بتسمن بالشتاء. هلأ إذا صدقنا أنه أنا شخص بتخف شهيته بالصيف وبيزداد نشاطه، كيف ممكن يزيد وزني بهاي الفترة؟ يعني هل ممكن نسمن لأسباب بعيدة تماماً عن موضوع السعرات، يعني بدون ما ناكل؟ أكيد يارا، بشكل عام الوزن ممكن يزيد لأسباب مرضية أو وراثية أو لسبب له علاقة بتكيف أجسامنا مع المحيط الخارجي. مثلاً لما بنحكي عن ظاهرة مرتبطة بتوقيت محدد اللي هو الصيف، ولكن بما أنه هالسبب أقل شيوعاً وقبل ما نعمل له شماعة نعلق عليه أخطائنا مثل ما الناس بتعمل، ما رح نفسره أن نستبعد الأسباب الخفية يلي بتخلينا ناخد سعرات زيادة بالصيف من دون ما نحس. مفهوم دكتورة، يعني قصدك أنه كتير ناس بتعتقد أنه هي بتاخد سعرات أكتر لما بتاكل أكتر، وهالشي مو دائما صح، لأنه نوعية الأكل أحيانا بتلعب دور مهم. يعني في أكلات حجمها صغير ولكنها كثيفة بالسعرات مثل الآيس كريم. حصة نموذجية من الآيس كريم يعني حوالي نصف كوب ممكن يحتوي على 137 سعرة حرارية على الأقل. بالضبط، وعموما شهية الناس على الأكل بتقل بالصيف، فبيصيروا ميالين للسنكات الخفيفة والمشروبات، بالأخص المشروبات الباردة بياخدوا منها سعرات كتير وهن مو حاسين إنه عم ياخدوا كميات كبيرة. يعني مثلا علبة الكولا التنك فيها حوالي 11 معلقة صغيرة من السكر، متخيلة؟ مفهوم. هلأ وين الأخطر؟ لما حدا على أساس بده يتزاكى ويبدل الكولا بمشروب صحي مثلا العصير الطبيعي، وبيبلش يشرب من هالعصير على أساس إنه شو؟ إنه صحي، يعني ما بيسمن. اللي ما بيعرفوا الناس إنه العصائر الطبيعية من أول مسببات زيادة الوزن الخفية بالصيف، خاصة عند الأطفال. صحيح دكتورة، يعني كاسة عصير البرتقال الطبيعي فيها تقريبا نفس المحتوى من السعرات الموجودة بكوب مماثل من الكولا، ونحن هون ما عم نقول إنه العصير مضر مثل الكولا، ولكن استهلاكه برضو لازم يكون محدود، يعني نص كوب بالنهار بكفي. أنا هذا اللي عم جرب وضحه يا رب، إنه الأغذية الصحية ما بتعني إنه ما بتسمن وإنه فينا ناخد منها على كيفنا. بتعرفي إنه الكرز والمشمش من المسؤولين عن زيادة الوزن بالصيف، لأنه الناس تاخد منها من دون حدود بحكم إنه حجمهم صغير. معظم البشر بيحتاجوا حصتين لثلاث حصص فواكه بالنهار ضمن نظام غذائي متوازن. الحصة عبارة عن حبة فواكه متوسطة من الفواكه الكبيرة مثل التفاح والبرتقال والموز،
أو نص كوب من الفواكه الصغيرة مثل الكرز، أو نص كوب عصير طبيعي، أو ربع كوب فواكه مجففة. يعني أنا ممكن أخذ حاجتي من نص كوب كرز مع نص كوب عصير برتقال. أكثر من هيك في احتمال أني يكون عم زيد على حالي سعرات خفية. وبالتالي بسمن وأنا عم بسأل ليش يا ترى؟ بتعرفي دكتورة، عندي صديق زاد وزنه بالصيف الماضي وهو مصر على إنه ما بياكل كتير. بالأخير طلعت المشكلة بالبطيخ. بالبطيخ بتتخيلي؟ يعني هو ممكن ياخد نص بطيخة بالنهار ومو معتبرها سعرات، بحجة إنه 90% منها مي. البطيخ يعتبر من الفواكه منخفضة السعرات، بيروي العطش لأنه غني بالبوتاسيوم، ولكن الناس بالشغل بتقدر تاكل منهم كميات ضخمة من دون ما تشعر بتأنيب الضمير. حصة البطيخ بتعادل كوب تقريبا، يعني حوالي شريحة بحجم الكف. يلي بدي أقوله بالآخر إنه قبل ما تبحثوا عن أسباب غامضة لزيادة الوزن بالصيف، راجعوا تماما أنتوا شو عم تاكلوا وقديه. دكتورة، حكينا عن الأسباب الخفية اللي ممكن تخلينا ناخد سعرات أكتر بالصيف من دون ما نكون مدركين لهذا الشي، ولكن برضو في أشخاص مصرين إنهم بيراقبوا أكلهم صح وبيمارسوا رياضة، مع ذلك بيتخنوا بالصيف تحديدا. كيف ممكن نفسر هي الظاهرة؟ بعتقد معظم اللي عم يسمعونا ناطرين هذا الجزء. صح، طيب يا رب، الجواب البسيط احتباس السوائل. ولكن ليه نحن عرضة لهي الحالة أكثر بالصيف؟ هون بقى بدكم تركزوا معي. نحن منعرف أنه لما بترتفع درجة الحرارة الخارجية، الجسم بيحاول يقاوم هالتأثير ليخفض درجة حرارته الأساسية. شو الآلية يلي منعرفها واللي ممكن يكون لها أثر تبريدي على الجسم؟ التعرق. بالضغط. لما بترتفع الحرارة بزيد معدل التعرق بالجسم، وهذا الشيء بيعني أنه نحن عم نفقد مي وصوديوم. طيب الجسم كمان بده يدافع عن مخزونه من المي والصوديوم. يعني توازن السوائل والكهارل شو بيعمل؟ ببساطة بيخلينا نشعر أكثر بالعطش، وبيقلل إطراح الصوديوم عبر التعرق وإطراح الماء عبر البول. يعني بعبارة أبسط، بالصيف منشرب كتير وجسمنا بيحتفظ أكتر بالسوائل، وبالتالي هاي السوائل عم تساهم بزيادة الوزن. كتير حلو. طيب أنا كشخص عادي كيف بعرف إنه هذا الوزن الزايد هو عبارة عن سوائل ولا دهون؟ هلأ غالبا احتباس السوائل بيعمل تغيير سريع ومفاجئ بالوزن، بينما تكدس الدهون بيكون تدريجي. وفي طريقة أدق يلي هي استخدام أحد الأجهزة يلي بتسلي نسبة المي والعضلات والدهون بجسمي، مثل جهاز الإنبادي. عموما هي الحالة مؤقتة بما أنها ردة فعل الجسم على خطر الجفاف، وبتروح عادة مع نهاية الصيف، أو ببساطة بأنه نحل مشكلة الجفاف بشرب كميات كافية من الماء. شكرا يا رب للتوضيح. هاي النقطة المهمة، لأنه معظم الناس بتفكر أنه إذا في احتباس مي يعني لازم نخفف شرب مي، والحقيقة أن الجسم اللي عم نحافظ على إماهته أقل عرضة لحبس السوائل. يعني ممكن ناخذ لترين ونص بالمتوسط من المي على دفعات. بالضبط. وكمان ضروري نحرص أنه ناخذ فواكه غنية بالمي ضمن نطاق احتياجنا اليومي، مثل البطيخ، لأنه هاي الأطعمة تعطينا إمداد بطيء ومستمر من المي. ومهم نقلل الملح لأنه الصوديوم بيحبس المي. أيضاً الناس بتعتقد أنه إذا عنا احتباس سوائل فنحن لازم نكتر من المشروبات المدرة للبول مثل الشاي والقهوة، وهالشي غلط طبعاً، لأنه هاي المشروبات ممكن تزيد إطراح المي بشكل مؤقت من جهة، بس بتزيد خطر إصابتنا بالتجفاف من جهة أخرى، وبالتالي منصير أكثر عرضة لاحتباس السوائل. كتير حلو يا رب. بينحكى كمان عن كتير مكملات ممكن تخفف احتباس السوائل، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات بي 5 وبي 6، وأيضا فيتامين دي
لكن رح أقول إنه كل هاي العناصر باستثناء فيتامين دي نقدر نحصل عليها من النظام الغذائي المتوازن الغني بالخضار والفواكه، واللي بيعطينا حاجتنا من الألبان واللحوم قليلة الدسم. وأهم نصيحة، العبوا رياضة بالتزامن مع شرب كميات كافية من المي واتباع الحمية المناسبة. هاي الاستراتيجية كفيلة بالحفاظ على توازن السوائل والكهارب لأجسامنا. يعني الصراحة دكتورة، هي الحلقة المفرغة اللي بنرجع لها كل مرة، الرياضة والحمية، هذا آخر شي ناطرين يسمعوا. آسفين والله، بس هاي الحقيقة المرة. شكرا لوجودك الحلو دكتورة. شكرا لكم يارا، كل التقدير والاحترام للجهد المبذول بهالبودكاست. شكرا لأعزائي المستمعين، على أمل نكون معكم بحلقة جديدة. نتمنى لكم على طول حياة صحية.